شاهد قبل الحذف الصحفية رندا الجيار تعود لعملها بعد اعتزالها المهنة لمدة 24 ساعة. على فكرة ما كنتش راجعة خالص، أنا راجعة بالعين دي فيكي. طبعاً طبعاً أنا عارفة. استني كده. إيه؟ إيه بابي؟ ألو، إيه رندا؟ أنت فين يا حبيبتي؟ عايزك تجيلي الشركة حالاً. إيه خير في إيه؟ مسكنا اتنين حرامية في الشركة وقلت محدش هيحقق معاهم غيرك. بجد؟ شكلهم إيه؟ شكلهم إيه يا رندا؟ شكلهم حرامية عادي يعني مجرمين. أيوة يعني حرامية إزاي؟ إيه ماسكين سكاكين مطاوي في بشلة في وشهم. بصي يا هتنتي مصور وتعالي بسرعة وقلبي فيهم براحتك. يس أوكي باي. بقولك تعالي بسرعة. في إيه؟ في إيه؟ حضري المصور وتعالي معايا بسرعة. ليه؟ أخيرا هحقق مع أخطر حرامية في مصر. يس يلا بسرعة. طيب طيب حاضر. إيه بقى؟ خلاصي رندا الجيار